يلا. في قناصات منتشرة على سطح دار العجزة. ايه. وعلى البناء المدني المعمر عليه على العظم. ايه. جنبه. وفي قناصة تطلع على المقادنة. ايه. الكبيرة إذا مسكرة شلون دعمت على قناصة؟ ما مفتاح. كم قناصة موجود بالمركز؟ في قناصة واحدة وست أجهزة جوجل. إيه. كم وحدة عم يستعملوها؟ بستعملوها الكل. الكل عم يستعملوها، مين هن اللي عم يستعملوا القنص؟ أسماء؟ إيه، أبو الرشاش، مين كان يشيل الرشاش وشو اسمه؟ في واحد اسمه أحمد سعود. مساعد؟ إيه. وفي واحد اسمه فادي عمار. فادي؟ سومر جولاق. هذا شو؟ سمر جولاق. ايه، ابو الرشاش مين كان يشيل غيره؟ سمر جولاق و... في واحد من الشام. جنبك. كان يشيل رشاش على جنبك مو؟ لا تقول لي لا. انت كنت تشيل رشاش ولا لا؟ ها؟ لا تكذب. ايه، القناصات وين؟ بانه بعينهم تاريس كمان. مدرسة نصين. انو مدرسة نصاني؟ انو شارع؟ شارع الشيخ عنبر. الشيخ عنبر. ايه، هذا على قناصة وغيره. على مثل ما قلت لك سطح بناية مدنية. ايه. وسطح بناية على العظم. ايوه. يلا. انت طلع فيه على الكاميرا. وين في